طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا معكم الآن في ليكتشر رقم 11. راح نواصل الكيس ستدي اللي بدينا فيه، وراح نتكلم أو نتطرق لموضوع السكيلز سواء للبروبابيليتي أو للإمباكت. يعني راح نتكلم عن تقييم ووزن الاحتماليات والأثر الخاص في كل خطر. طيب، تعرضنا بالمحاضرة اللي فاتت إلى مشروع. كان المشروع يتضمن مجموعة من التفاصيل، وطلب منا بآخر المشروع هذا عمل ريسك ريجستر خاص فيه. اشتغلنا على المشروع، راجعنا محتواه، وجرينا عليه مجموعة من الأبحاث، ثم نفذنا عملية إعداد الـ Identify للـ Risk Register، إعداد سجل المخاطر، وحددنا واستنتجنا من المعلومات ومن سياق المشروع والمعلومات اللي بحثناها، استنتجنا خطرين وفرصة واحدة. وكنا وقتها نستعرض المخاطر أو التهديدات والفرص. ما حبيت أني أسترسل كثير في موضوع الإمباكت واللايكليهود والتريجرز. بعدين تكلمنا خلال المحاضرة المباشرة عن التريجر بإسهاب أكبر، وتوقفنا عن الحديث عن الإمباكت واللايكليهود. طيب، نذكر بسؤال جاكم بالكوز الأخير عن اللايكليهود. وش تعني اللايكليهود؟ هي نفسها البروبابيليتي، الاحتمالية. طيب، عادة مدير المشروع في مرحلة التخطيط أو مدير المخاطر في مرحلة التخطيط يطور نموذج خاص بقياس أولا سلوك المخاطرة عند المعنيين، الثاني نموذج وقياس متعلق بقياس الأثر المتعلق في بكل خطر، النموذج الأخير هو متعلق بالاحتمالية. طيب، ببدأ معكم في سلوك المخاطرة أو ما يسمى الريسك أتيتيود. طبعا لابد أني أوضح هنا أن المسألة فيها اجتهاد كبير، بمعنى أنه أنا قد أختار فيها النموذج ثلاث قيم. القيمة الأولى متجنب للمخاطر، risk averse، الثانية neutral محايد، والثالث هو الساعي إلى المخاطر اللي هو risk seeker. لكن ممكن يجي أحد الأشخاص ويقول لا، أنا ما أبغاه بالشكل هذا، أبغاها تمثل رقميا، وبقول من 0 إلى 5، بحيث أنه 5 هو الريسك أفيرس وزيرو هو الريسك سيكر، وبعد كذا أبدأ أسقط المعنيين ضمن هالقياس. هذه طريقة أخرى. طيب، لكن المهم دائما أنك تكون يعني وانت تتعد وتجهز هالنماذج، لابد أنك تكون وصلت إلى مرحلة اتفاق ونضوج في رؤيتك وتصورك وعلاقتك مع الستيك هولدر. طيب، أنا اليوم أقدم لكم نموذج تطبيقي على أرض الواقع مبني على ثلاث قيم: نيوترال وأفيرس وسيكر. طيب، هذول القيم وش يمثلن؟ هذول يمثلن سلوك المخاطرة. أنا قررت يا مدير المخاطر اليوم أني أسقط سلوك المخاطرة على أحد ثلاث قيم. طيب، بعد ما حددت القيم هذه، اخترت أني أنطلق إلى تعريفها بشكل دقيق. فقلت أن متجنب المخاطر يقتضي أن المستفيد غير راغب تماما بوقوع الحدث أو التعامل مع آثاره، ويحاول تجنب أي سبب يمكن أن يرفع من احتمالية وقوع الحدث السلبي. هذا وفق التعريف الستاندرد. نجي بعد كذا وضع تعريف آخر للمحايد، وهو أيضا متوافق مع المعيار.
يقول انه يكون المحايد للمخاطر او الريسك نيوترال عرفته بانه يكون المستفيد غير محدد او غير محدد الاتجاه تجاه خطر معين، فهو احيانا يكون غير راغب بوقوعه لكنه ما يمانع في تنفيذ بعض الأنشطة التي قد ترفع من احتمالية ذلك، وهو على استعداد للتعامل مع وقوع هالخطر في حالة أنه وقع. طيب، التعريف الثالث اللي هو الساعي إلى المخاطرة أو الريسك سيكر، هذه القيمة رقم 3 في نموذج تصنيف سلوك المخاطرة أو الريسك اتيتيودز. نقول أن الريسك سيكر يكون المستفيد بالدرجة الأولى منصب تماما على التركيز على النتيجة، ما هو مهتم أو غير عابئ بالحدث وآثاره، وغير مهتم بالأسباب اللي ممكن أنها ترفع من احتمالية وقوعه. بعدين قررت أني أطور نموذج أو استبيان. الاستبيان هذا راح أستخدمه في التعامل والتواصل مع كل مالك خطر لمعرفة سلوكه تجاه خطر معين. إذن الاستبيان الهدف منه أني أحدد سلوك المعني فيه أو المعني بالمشروع سلوكه تجاه خطر معين. طيب، الاستبيان هذا طورته بطريقة يكون بسيط جدا قابل للاستخدام، عبارة عن سؤال وجواب أو سؤال ومجموعة من الخيارات قابله، كل خيار له وزن. طيب، لنفترض أن عندنا خطر حدوث فيضان. طيب، أنا هنا مطلوب مني في سجل المخاطر أني أحدد سلوك المخاطرة تجاه هالخطر. الخطر نفرض أنه هنا كتبنا مثلا فيضان، أبدرس سلوك المخاطرة تجاه هالخطر بالطريقة التالية من خلال هالاستبيان. أروح للمعنيين عن هالمشروع أو عن هالخطر واسألهم، هل الحدث هذا اللي هو اسمه وقوع فيضان، هل هو يعتبر خطر يجب الاستعداد لوقوعه؟ في حالة كانت الإجابة نعم، إذن يأخذ الريت 10 من 10. الإجابة ربما يأخذ الريت 5 من 10. الإجابة لا، يأخذ الريت 0. وهنا نضرب الريت، مجموع الريت إذا كان 10 نضربه في 50%. نعيد نسأل على نفس الخطر لنفس الأشخاص، إلى أي مدى هناك احتمال لوقوع الخطر؟ العالي احتمالية وقوع عالية 10، متوسط 5، منخفض 0. ما هو تقييم المعني للأثار المرتبطة بوقوع الخطر، الأثار السلبية؟ كبير، معتدل، ضعيف، وكل واحدة لها ريت. بعدين وضعنا ميزان يساعدنا على وزن أو يساعدنا على التحكم بوزن كل معيار وكل سؤال من هالأسئلة. فوضعنا للسؤال الأول 50% والسؤال الثاني 25 والثالث 25. طيب، ثم اعتمدنا أن القيم أو أنه أي خطر يكون أقل أو يساوي 2.5، فإنه يتم تصنيف سلوك المستفيد تجاهه بأنه إيش؟ متجنب للخطر. طيب، وإذا كانت النتيجة بين 2.5 إلى 7.5، فإننا نصنف المستفيد بأنه نيوترال، محايد تجاه الخطر. أما إذا كانت أكبر من 7.5 فيتم تصنيفه على أنه ريسك سيكر. طيب، هذا شكل استخدمناه.
ممكن البعض يعكسه، ممكن البعض يعدله، ممكن البعض يكون عنده أفكار أخرى. الأمر يعتمد بالدرجة الأولى على تقدير وتخطيط مدير المخاطر، لكن هذا النموذج هو نموذج قد يستخدم ويساعدك في تطوير تصنيف لسلوك المخاطرة تجاه المستفيدين. أيضا عندنا نموذج آخر، هالمرة متعلق بقياس الأثر، معتمد أيضا على نموذج أو على طريقة الاستبيان. فهو يقول المخاطر اللي أثرها عالي دائما هذا يكون تأثيرها مباشر على الوقت اللي تستغرقه الأنشطة، ومباشر على جودة ومتطلبات تلك الأنشطة، ومباشر على التكلفة المالية وتكلفة الموارد لتلك الأنشطة. هذا إذا كان إيش؟ عالي. طب هنا أعطانا تفصيل أو كويشنير يقول لك متى تحكم أن الخطر عالي؟ يقول لك هل يؤثر وقوع الخطر على مخرجات العمل؟ إذا نعم، أنتقل للسؤال اللي بعده، هل يؤثر وقوع الخطر على مدة الإنجاز؟ نعم. هل يؤثر وقوع الخطر على تكلفة الإنجاز، مال وموارد؟ نعم. إذا هنا تماتيك بقول أني أصنف الخطر هذا على أن أثره عالي. بينما إذا انتقلنا إلى الدرجة المتوسطة من قياس الأثر، فإحنا عرفناها بأن التأثير يكون مباشر على الوقت اللي تستغرقه الأنشطة، أو على جودة ومتطلبات تلك الأنشطة، أو على تكلفة الأنشطة المالية وما يتعلق بالموارد. بينما قبل شوي ما كانت أو، كانت و. فإذا حققنا أو إذا صار فيه واحد من المكونات للدالة المنطقية، إذا صار منها واحد نتيجته نعم، إذا انتماتيك أكيد يكون تصنيفه متوسط. طيب إذا كان في ثلاثة نعم، إذا انتماتيك بيكون تصنيفه عالي. طيب بالنسبة للمنخفض يقول تأثيره غير مباشر على الوقت اللي تستغرق الأنشطة، أو على الجودة، أو على التكلفة، أو على التكلفة. يعني كأنه يقول لي والله فيما عدا الأور فورميلا والأند فورميلا يعتبر إيش؟ يعتبر منخفض. هنا إذا جيت أستخدم هالسكيل كيف بستخدمه؟ أبجي لسجل المخاطر، أروح للخطر رقم مثلا، أو الخطر المتعلق بحدوث سوء فهم في التواصل، وبقول أنا عندي دالة تعطيني القيمة الخاصة بالإمباكت. وش هي الدالة؟ هذه اللي أنا عرضتها لكم قبل شوي، هذه الأثر الإمباكت. طيب وش كان الخطر؟ كان الخطر حدوث عدم فهم ولا مس كوميونيكيشن، يعني تواصل غير سليم، أو تواصل خاطئ، أو مشكلة بالتواصل. هل يؤثر أو هل يؤثر وقوع مشكلة بالتواصل على مخرجات العمل؟ الجواب نعم. هل يؤثر وقوع مشكلة بالتواصل على مدة إنجاز العمل؟ الجواب نعم. هل يؤثر وقوع مشكلة بالتواصل على تكلفة إنجاز العمل؟ أيضا نعم. إذن منطقي جدا أني أجي وأحط التصنيف حقها بالإمباكت إيش؟ هاي. طيب أنتقل الآن إلى الدالة اللي بستخدمها هالمرة الإيش؟ للإحتمالية. طيب في الإحتمالية تركيزي هنا أيضا وضعنا، طورنا نموذج استبيان عبارة عن دوال تساعدني في تحديد حالة الإحتمالية، إذا كانت إحتمالية الوقوع عالية أو متوسطة أو منخفضة. فعالي الاحتمالية حسب التعريف اللي احنا طورناه هنا،
يعني أن كافة الأسباب اللي يمكن أن ينتج عنها وقوع الحدث متحققة. متوسط يعني بعض الأسباب التي يمكن أن ينتج عنها وقوع الخطر. أما منخفضة لا تتوافر الأسباب التي يمكن أن ينتج عنها وقوع الخطر. ثم وضعنا سؤالين بالاستبيان. السؤال الأول، خل ما أقول سؤال بقول نشاط. النشاط الأول يتعلق بحصر الأسباب المؤدية إلى وقوع خطر ما. الثاني التحقق من توافر كل هذه الأسباب، هذا فيما يتعلق بإيش؟ بالأثر أو بالاحتمالية العالية. يعني لو جيت هنا وقلت والله ارتفاع التكلفة بسبب التضخم، ذكرت أن الأسباب المؤدية إلى التضخم، ذكرتها قبل بالمحاضرة اللي فاتت أنه من الأسباب المؤدية إلى التضخم هي ارتفاع أسعار البترول. طيب لنفترض أن عندي سببين، الأول ارتفاع أسعار البترول والثاني شح الموارد البشرية، العاملين، يصعب إيجاد العاملين. لنفرض أنه هذول الأسباب هنا الأسباب اللي تكون وراء حدوث ارتفاع بالأسعار. طيب إذا جيت أطبق أو إذا جيت أقيس احتمالية هالخطر، فأنا أبطرح السؤال كالتالي: ما هي الأسباب المؤدية إلى حدوث ارتفاع بالأسعار؟ هذا الشق الأول. قلنا قبل شوي الأول ارتفاع أسعار البترول، الثاني ندرة الموارد البشرية. نجي للخطوة الثانية، نقول نبدأ بالتحقق من توافر هالأسباب. والله إذا كانت فعلا في ارتفاع بأسعار البترول وفي ندرة، إذا تماتيك أنا أحط إيش؟ أحط الاحتمالية البروبابيليتي عالية. طيب إذا توفر بعض هالأسباب فأنا تماتيك بحطها إيش؟ متوسطة. إذا ما توفر إذا بتصير منخفضة. أرجع أكد على جزئية مهمة اليوم وأنا أعرض لكم الكلام هذا، أعرض لكم ببساطة متناهية، لكني أقول إن مجال الابتكار في مؤشرات قياسات الاحتمالية أو الآثار أو سلوك المخاطرة لدى المعنيين مفتوحة، يستطيع أي شخص أنه يطور نموذج عمله بالطريقة اللي يرى أنها مناسبة. طيب الحين عرفنا كيف نستخدم البروبابيليتي سكيل وكيف نستخدم الامباكت سكيل، نجي الآن نستخدم إيش أو نبدأ بالتعامل مع المصفوفة. مصفوفة إيش؟ مصفوفة الاحتمالية والأثر. طيب مصفوفية الاحتمال والأثر للمخاطر probability and impact matrix. المصفوفة هذه عبارة عن نموذج مبني على أو مبني من بعدين، البعد الأول يمثل الآثار والبعد الثاني يمثل الاحتمالية. طيب قبل شوي أنا كنت وضعت تعريف للاحتماليات وللآثار، قلت الآثار العالي يعني كذا، المتوسط يعني كذا، والمنخفض يعني كذا، ثم بعد كذا قلت بالاحتمالية العالي يعني كذا والمتوسط كذا والمنخفض كذا، ثم أصبحت جاهز أني أبدأ بعمل أو أبدأ بتشكيل هالمصفوفة. هنا فكرة مهمة جدا يا جماعة، هو الدارج عندنا أنه عالي متوسط منخفض، لكن ترى ممكن يصير أربعة لفل: عالي عالي متوسط عالي بعدين عالي مثلا بعدين متوسط بعدين منخفض بعدين منخفض جدا، ممكن يصير كذا. فما هي بقى يعني مو بشيء ثابت خلاص احنا نتمسك فيه ثلاثة سكيل نثبت عليها، لا، في مرونة
في تطوير هالنماذج، لكن طبعا ما تصل إلى المصفوفة قبل ما تعرف السكيل. يعني لو كان عندي 4 مستويات للاحتمالية، ال4 مستويات لابد أعرفها هنا: عالي، متوسط، منخفض، منخفض جدا. لو مثلا عندي 4 سكيل بالأثر، لازم أعرفها هنا قبل مرحلة استخدام وتطوير المصفوفة. طيب، المصفوفة هذه اجتهادا، وهنا مرة أخرى أقول أن الأمر فيه سعة كبيرة، في مجال للابتكار، اجتهادا وضعنا لكل مستوى رقم وقيمة، فقلنا أنه والله العالي يعني 4/10، المتوسط يعني 2/10، المنخفض يعني 1/10، ونفس الطريقة بالأثر: 4/10، 2/10، 1/10. طيب، بس المهم هنا أني وأنا أحدد القيم هذه أني أكون عرفتها بالمرحلة اللي سبقت. جميل. ثم أبدأ أبني هالمصفوفة بالطريقة البسيطة جدا. كل منطقة لها معامل، أو لها معامل نعتبره الريزيرف فاكتور، يساعدنا، أو معامل الحجوزات يساعدنا بتقدير الحجوزات الخاصة بالمخاطر الموجودة في هالمنطقة، وأيضا معامل آخر للحجوزات للمخاطر اللي موجودة في هالمنطقة، معامل آخر للمخاطر اللي موجودة في المنطقة، ودائما المعامل هذا يحدد، أو قيمته تساوي حاصل ضرب الأثر الإمباكت الآي في إيش؟ في الاحتمالية بالبروبابيليتي، آي ضرب بي يساوي المعامل هذا. طيب، الآن إذا جيت أعكس هالنموذج على سجل المخاطر وسألتكم، قلت لكم الخطر رقم 2 مثلا وين يكون فيه؟ وين هو موجود فيه؟ الخطر رقم 2 الأثر حقه هاي، والاحتمالية الوقوع مودريت، متوسطة. إذا منطقي أني إذا جيت أعكسه بالمصفوفة أني أروح للأثر اللي هاي، الأثر هاي هذا هو، وأشوف الاحتمالية المتوسطة اللي هي هذه. فهنا مكان تقاطع الأثر هاي عالي مع المتوسط مودريت. طيب، يوم أني عرفت أن الخطر مكانه هنا، هل فقط هذا اللي أنا أبصل له؟ لا، أنا باصل أني حددت مكانه من أجل تحديد إيش؟ معامل الحجوزات اللي أستخدمه. فأنا أطرح السؤال التالي وأقول، هنا وضحت أن معامل الحجز تمثل قيمة محددة ضمن مصفوفة نتيجة حاصل ضرب الاحتمالية بالأثر وفق السياسات الشريحة السابقة الرقمية طبعا. طيب، أنا هنا عرفت أن الخطر رقم 2 موجود بالمكان هذا، إذن يفترض أنه مخصص الخطر رقم 2 أزود عليه ماليا ما يعادل 0.08، والمدة المخصصة للخطر 2 أزود عليها أيضا ما يعادل 0.08 زمن. وضحت لنا الآن فكرة المعاملات هذه. مثال، هذا تدريب بسيط بيجي زيه بالاختبار، يقول لك إذا كان الخطر A عالي، إذا كان أثر الخطر A عالي، يعني الأثر عالي هنا واحتمالية وقوعه عالي أيضا، فكم نسبة المخصص الزمني والمالي للحجوزات المخططة لهذا الخطر؟ ما نبقلت هنا أنه عالي، طيب هذا الأثر، ما أنا بقلت هنا أن الاحتمالية عالي، إذن وين مكان تقاطع الأثر مع الاحتمالية؟ هو هذا. وش المعامل المخصص هنا؟ المعامل
هو 0.16 اللي يحاصل ضرب الأثر مع عفوا الاحتمالية مع الأثر. طيب مثال آخر، إذا كان الخطر B منخفض، إذا كان أثر الخطر B منخفض، هذا الأثر منخفض واحتمالية وقوعه عالي، وين احتمالية الاحتمالية؟ هذا عالي الاحتمالية، إذن أثره منخفض واحتمالية وقوعه عالي. وين مكان تقاطع الأثر مع الاحتمالية؟ بالمنطقة الصفراء هذه. السؤال هنا مرة ثانية يقول لك وش كم نسبة المخصص المالي والأجال الزمني للحجوزات المخططة لهذا الخطر؟ الجواب، لحظة بس خلوني أتأكد من شغلة، الاحتمالية الأثر منخفض، عفوا الأثر منخفض والاحتمالية عالي. جميل، إذن بالتالي نضرب الأثر مع الاحتمالية نجي ونحدد موقع تقاطعهم، هنا لقيناه، شوفوا كم صار 0.04، نعم خل بس أعدل هذه. طيب كذا الأمور تقريبا صارت واضحة. طيب الاختبار يفترض أننا إن شاء الله قريبين جدا من الاختبار، فبوضح أبو أعطيكم ملخص بسيط جدا، ما راح نتكلم أو ما راح نتطرق للقسم اللي كان فيه اختبارات الميدتيرم واحد، راح يكون الاختبارات على القسم اللي يجي بعد الميدتيرم واحد، بنتكلم عن العمليات وبنتكلم عن النطاقات وبنتكلم عن المعيار الخاص بالبي ام اي، وايضا راح نستعرض لكم او راح نراجع معكم كثير من المفاهيم او راح نسالكم في كثير من المفاهيم ونقدم لكم سيناريوهات لحوارات مختلفه بين اشخاص، ونسال او نطلب منك تحدد وش الاتيتيودز الخاص بالاشخاص هذول. ايضا راح يكون بالاختبار بريف بسيط جدا عن احد المشاريع، ونطلب منكم تحددون او تستنتجون مجموعه من المخاطر في هالمشروع. راح يكون في ايضا اسئله على بعض الادوات والتقنيات اللي عرضناها لكم خلال الفترة اللي تلت الميدتيرم 1، وراح يكون بإذن الله يعني وراح تكون معظم الأسئلة عبارة عن اختيارات فيها صوتي وفيها المكتوب، وراح يكون الجزء والثقل الأكبر بالدرجة مخصص للنبذة ولتحديد المخاطر للنبذة اللي نعرض فيها المشروع ونسألكم فيها عن المخاطر اللي ممكن يتضمنها هالمشروع. مهم جدا جدا انه يصير فيه تطبيق عملي، الواجب اللي احنا عطيناكم اياه يتضمن افكار او مشابه للي بيجي فيه الاختبار، لكن الفرق بينه وبين الاختبار انه مكتوب، بينما الواجب عبارة عن مقاطع فيديو عليها الوصف وعليها شرح وسهاب مية. طيب الاختبار إن شاء الله الصيغة فيه بتكون بالإنجليزي، وراح أكتبها أيضا بالعربي، وأتمنى أنه ما يكون صعب عليكم، أتمنى أنه يكون سهل جدا ولا تواجهون فيه أي مشاكل. أمر مهم بعد متعلق بالسماحية، طبعا خلاص اليوم الاختبارات يحدد وقتها مثلا بساعة، ما في شيء اسمه ساعة ونص لك تدخل بأي وقت خلال ساعة ونص ويبدأ اختبارك مدته ساعة، لا
الاختبار يصير محدد الساعة 7 مثلا وينتهي 8، وبيكون لي معكم إن شاء الله لقاء وجلسة مطولة بهالخصوص خلال المحاضرة هالأسبوع إذا الله يسر. بالتوفيق لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.